من كام يوم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد حصل على براءة اختراع جديدة عشان ابتكر من مادة مستخلصة من مخلفات النخيل عدد كبير من المرشحات. المادة دي يمكن أن تطبق في العديد من الصناعات الحيوية المهمة، على سبيل المثال يعني لا الحصر زي وحدات الغسيل الكلوي. تفاصيل أكتر عن الابتكار والاختراع هيشرح لنا النهاردة الأستاذ الدكتور عادل علي أحمد، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بسعادتك. أهلا وسهلا، صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. قبل ما أدخل بقى على الابتكار وقبل ما أدخل على الاختراع، من البداية عايزين نعرف كده، معهد علوم البحار في قسم خاص للابتكارات وقسم خاص للأبحاث والمشروعات البحثية مخصص بس للشغل على الجديد واللي هيتم تقديمه في الفترة القادمة؟ المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد أنا دايما بقول عليه هي جامعة علوم البحار في مصر. نشأ بقرار سلطاني في 1918، فهو من المعاهد القديمة. مصر فيها 11 معهد بحثي ومركز بحثي يتبعه لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. معهدنا أحد المعاهد المنتشرة في مصر كلها، موجودين في 12 محافظة، موجودين في خلال 4 مراكز أو 4 فروع موجودين في مصر، لهم محطات بحثية. عشان نحصل على براءات اختراع ويبقى لنا دور في الاختراع والابتكار، المعهد بيدعم مجموعة مشروعات كبيرة. عندنا السنة دي داعمين 57 مشروع. المشاريع بتركز على ازاي ان احنا نعالج مشاكل قومية موجودة وازاي نعمل ابتكارات. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عملت دعم للمشروعات ايضا من خلال الاس تي دي اف واكاديمية البحث العلمي. حصلنا على مجموعة مشروعات، فمشروع الابتكار اللي حضرتك بتتكلم عليه ده احد نواتج دعم وزارة التعليم. الاس تي دي اف دعمتنا في مشروع كبير ان احنا ننتج مادة اسيتات السيلولوز اللي هي ينتج منها الاغشية اللي كانت بتستورد بمبالغ كبيرة. بعد غلاء الدولار كان لازم ندور على حل. فعندنا مركز تميز بيديره الدكتور احمد النمر، وده موجود في فرع الاسكندرية. مركز التميز حصل على الدعم فند كبير من الاس دي اف، كل كان شغله ان هو يدور ازاي ينتج غشاء عالي الكفاءه لوحدات الغسيل الكلوي من مواد خام مصريه. احنا عارفين ان مصر النهارده رقم واحد في العالم في انتاج التمور، وده بعد المزارع اللي اتعملت كمان تحديدا في الصحراء الغربيه، وبقى عندنا يعني ريت او مركز متقدم جدا، بس مش في عدد الانتاج، لا كمان في جوده الانتاج. ازاي قدرنا ناخد هذا الامر وهذه الاشياء اللي يمكن كنا بنرميها صح، ونحولها لحاجه طبيه نستفيد بيها ونفيد بيها البشريه كلها؟ هي كانت فكره الزملاء، انا عندي مخلفات وبتترمي، وعندي مواد او اغشيه بنستورد من الخارج باسعار باهظه نتيجه ارتفاع الدولار، وبالتالي طب ليه احنا ما ندورش على مواد خام مصريه وتكون ما بتستخدمش؟ فاستخدموا المخلفات النخيل وبداوا ياخدوها، انتجوا اول براءه اختراع كانت ازاي ان انا استخلص الماده نفسها اللي هي ماده الاسيتيت السيلولوز. دي كان اول براءه اختراع حصلوا عليها. ثم تاني براءه اختراع ان انا اصنع الغشاء نفسه اللي بيستخدم بقى من ضمنها في وحدات الغسيل كله. عندنا اختراعات بالنسبه لي تحليه ميه البحر. عملوا موديل نموذج طوروا فيه الاغشيه اللي هي بتعمل عمليه تحليه ميه البحر، ده يستخدم للفنادق. عملوا، وده كان احدث ابتكار بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، انه احنا بنعمل صناعات غذائيه. انا عايزه اقف عند النقطه دي، الحاجات دي ابروفد يعني تم توثيقها؟ انا عارفه انها في مرحله الاختبارات، ولكن الكلمه واسعه قوي. زبادي يعالج مرض السكر، زبادي يعالج مرض الزهايمر، حضرتك قصدك ان هو بالانتظام عليه قد يحسن من الاعراض، قد يساعد، قد يكون مناسب للحميه الغذائيه مثلا لو هو بيتبعها المريض، ولا قد يكون في مواد بتساعد على تحسين الوظائف للجسد في الجسد المريض، ايا كان بقى الزهايمر لو كان عقل يعني متضرر، او لو سكر لو كان بنكرياس متضرر. هو اي براءه اختراع او ابتكار قبل ما حد بيتكلم عليها لازم بيسجلها في مكتب براءه الاختراع اللي في اكاديميه البحث العلمي،
ودي تابعه لمنظمه ويبو على مستوى العالم اللي هي بتحتفل بالابتكار والاختراع اللي هي بيوم 21 ابريل من كل سنه، وده السبب ان احنا بنتكلم عن الاختراع اليوم. في مواد بتصنع منها الادويه اللي هي بتعالج الزهايمر والسكر. المواد دي اوريدي مجربه وتتباع في السوق. الزملاء طلعوا المواد دي من اعشاب بحريه وبالتالي استخدموها في ان هم يضيفوها للزبادي بحيث تعمل نفس مفعول الادويه اللي هي بتتباع في السوق، وحصلوا على براءه الاختراع وفي لجنه بتقيم الكلام ده. عظيم عظيم. هي النقطه بقى اللي احنا عملناها جديد، الرئيس السيسي في 2018 عمل قانون اسمه قانون حوافز الابتكار. كان دايما العلماء قافلين على نفسهم يعملوا ابتكارات وتحط في الادراج. كانت القياده السياسيه فكرت طب وبعدين ايه الحل؟ الحل ان احنا نخلع شويه عبايه البحث العلمي، نلبس عبايه مستثمر، ونبدا نحول الابتكارات والاختراعات دي لفلوس لانها اقتصاد. فقانون 2018 اللائحه التنفيذيه صدرت في 2019 ان احنا ننشئ شركات وحاضنات، هذه الشركات تاخد براءات الاختراع دي وتعمل عليها شركات، نعمل منتج ونبيعه في السوق. وده احنا عملناه في علوم البحار، انشانا شركه بنتعاقد، هي احنا لسه في البدايه، ما نيجي مثلا الزملاء اللي عملوا الاغشيه دي احنا نتعاقد معاه له حصه في الربح، ونتعاقد معاه ننتجه وندخل في السوق كمنافسين. بالتاكيد في افكار تانية كتير غير الفكره دي، يعني مخلفاتها موجوده في مصر زي جريد النخيل اللي اكيد عندنا كتير، وبنستوردها بالدولار الماده الخام، ومجرد حل بسيط ممكن يوفر على الدوله عمله صعبه في وقت الدوله فعلا محتاجه فيه العمله الصعبه. ادينا نماذج وادينا حاجات اتنفذت وحاجات لسه ما اتنفذتش. هو احنا لما حصلت الحرب الاوكرانيه الروسيه احنا عندنا الاعلاف اللي بتستخدم في مصر وخصوصا اعلاف الاسماك على اساس احنا لهم بحار. طبعا ده الاعلاف دي اكتر حاجه في الدنيا تاثرنا بيها، ارتفع سعرها. يعني لما اقول لحضرتك كان طن العلف اللي هو بيستخدم للسمك اللي هو بيسموه 25% بروتين كنا بنشتري ب 8000 جنيه 9000، قفز ل 30000 جنيه ده الطن. الطن لانه الذره الصفراء الفول الصويا بيجي من اوكرانيا وبالتالي ما فيش، وبالتالي الاسعار ارتفعت جدا. احنا ما عدناش سكتنا، ده عامله مجموعه مشروعات ازاي نعمل مواد خام مصريه قليله التكلفه. عظيم. بدانا ناخد الاعشاب البحريه، طحالب زي السبيرولينا وهكذا ومواد اخرى، وبدانا نصنع اعلاف ودي اوريدي صنعناها. وصلتوا لايه؟ صنعنا الاعلاف. وصلت الفرق قد ايه التكلفه؟ يعني بيكلفنا حوالي 12000 جنيه. من 12 ل 30000 جنيه. طبعا. ده دلوقتي الاسعار نزلت كمان لان الدولار لما نزل فالاسعار هديت شويه، فالاسعار التكلفه قلت. احنا بدانا ندعم مزارعنا، احنا عندنا مزارع خاصه بينا كعلوم البحار، مزارع تطبيقيه. عندنا مزرعه في محطه اسمها الماكس، عندنا مزرعه في المطريه الدهليه، عندنا مزرعه في القناطر، عندنا مزرعه في السويس، بتنتج انواع مختلفه من الاسماك، واحنا بنفرخ اسماكنا، احنا بنفرخ وننتج. وبالتالي كانت العمليه ان انا ازاي ان انا اعمل اعلاف بمنتج من عندي انا. أنا عندي مصنع علف متخصص للأبحاث وبمواد خام مصرية. المهم اتباع يا دكتور ولا ظل حبيس الأدراج زي ما بيقول؟ لا احنا ما وصلناش لسكيل تجاري، اللي احنا مصنعنا مش تجاري. لكن احنا اللي احنا الجديد برضو هنبدأ ندخل ننتج أعلاف متخصصة. يعني كلمة متخصصة ده يعني إيه؟ يعني أنا عندي في مرض معين في الأسماك. أنا مش هقدر أنافس القطاع الخاص إن أنا أنتج أعلاف بكميات كبيرة. لكن أنا أقدر أنتج أعلاف متخصصة مرض معين، أحط مواد معينة من المنتجات اللي إحنا بنطلعها من الطحالب والأعشاب البحرية تقاوم لي المرض ده، وده عملناه مع مزرعة الفيروز اللي هي أيوه. بس ليه ما أنتجش؟ يعني أنا الأول فرحت جدا، بعد كده أصبت بخيبة أمل. يعني في الوقت اللي الدولة فيه محتاجة فعلا توفر عملة صعبة وإحنا عندنا حل وما عملناهوش، إيه اللي وقف عائق؟ ما فيش عائق ولا حاجه، لكن احنا زي ما بقول لحضرتك هو المشكله دي حصلت السنه اللي فاتت، الارتفاع اللي حصل والحرب الاوكرانيه، بدانا نشتغل خلال السنه، فاحنا لسه منتجينه السنه دي. بدانا نطبقه عندنا في مزارعنا. يعني انا ما اقدرش اقول خد بيع بره وانتج بره لما اطبق عندي. هو اداني انتاج كويس جدا واداني
رفع لي الانتاجيه بتاعه المزارع عندي، وبالتالي هنبدا نوصي بانتاجه او احنا ننتجه احنا من خلال شركتنا. هي دوره انتاجيه او سايكل كده لازم تمشي بالترتيب، يتم تطبيقها الاول والتاكد من نتائجها قبل طرحها للاسواق وقبل طرحها للشركات والقطاع الخاص. احنا مش بنتكلم في تنافس ما بين معاهد البحوث والشركات الخاصه، بنتكلم في تكامل، ان الشركات الخاصه بتحتاج نتائج مراكز البحوث ومعاهد البحوث لتطبيقها عندها تجاريا. كل الشكر ليك الدكتور عادل علي احمد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، نورتنا. شكرا لك. شكرا لحضراتكم. شكرا جزيلا وصباح الخير يا مصر.